أذهب إلى فيلاي فاليشا مدير الاستثمار في سانشري فاينانشال للتعليق أكثر على أسواق النفط. طبعا نشاهد الآن ما هي العوامل الإيجابية التي ممكن أن تظهر في المرحلة المقبلة كدعم للأسعار التي هي فوق وصلنا 70 دولار. هل ونحن في منتصف العام، هل سيكون أداء النصف الثاني هو أقل يعني ارتفاعا من اللي حصل بأول 6 أشهر؟ قطعا من المتوقع أن نشهد أداء أكثر تباطؤا، وذلك فيما يتعلق بالارتفاعات. لقد شاهدنا بعض التحركات الجنونية حتى اليوم، وصلنا أحيانا إلى 72 دولار البرنت، ولكن أعتقد أن هناك حدود على الصعود. شاهدنا انخفاض في الواردات الصينية، الصين أيضا تقوم باستيراد يوميا أي 10 ملايين برميل بعد مارس. إذا هناك نقص في الطلب، وهذا موجود في العالم وبصفة خاصة في الصين. إذا كان هناك أعتقد أن هناك توقعات بأن النصف الثاني سيكون أكثر تباطؤا. هل هذه الأسعار تحتسب عودة الهند؟ الهند عملاق جديد في مجال النفط، خصوصا في مجال التكرير بشكل خاص. من المتوقع أن الهند يعني ستسيطر على الجائحة في يعني الأسابيع المقبلة أو الأشهر المقبلة. هل هذه الأسعار هي تحتسب هذه العودة الإيجابية للعملاق الآسيوي الجديد؟ نعم، هناك العديد من العوامل التي تتضمن الهند على أنها دولة مستوردة للنفط. الجائحة قد أثرت على أن الهند لا يمكنها أن تستورد وأن تقلل من الطلب على النفط، ولكن إلى جانب ذلك شهدنا أيضا خلال 15 عاما الماضية أن أسعار النفط لم تنتقل أكثر من 70 دولار البرميل. وأيضا أعتقد أن هذا ما سيستمر خلال الأسابيع والأشهر القليلة القادمة. فأعتقد أن الهند قللت من طلبها على النفط، وهذا ما أثر على الأسعار. نعم، بالنسبة إلى هذه الأسعار المرتفعة عند 70 دولار، هل ستأتي بعض الشركات الصخرية وتستفيد من هذه الأسعار؟ خصوصا يعني في السنوات الأخيرة شاهدنا هناك تقليص لمعدل سعر النفط بالنسبة لشركات الصخري، يعني صارت تكيف مع 60 دولار، الآن نحن أعلى ب20% من 60 دولار. هل هذا جيد للأسهم الصخرية للشركات الصخرية؟ هذا إيجابي جدا للغاز الصخري، لأن لديها طبعا تكلفة إنتاج أعلى. عندما ترتفع أسعار النفط عن 60 دولار فإن هذا جيد بالنسبة لهم، وهذا جيد للشركات الصرخية، ولأن العرض ليستمر في الارتفاع، وأوبك لا تسيطر على الشركات الصخرية، وبالطبع سوف يؤثر ذلك على أسعار النفط أيضا. ماذا عن خلينا نتكلم عن الاستثمارات الجديدة، يعني كيف في غياب للاستثمارات النفطية في السنوات الأخيرة، وهذا أثر أيضا على المعروض بشكل كبير وحمى الأسعار بطريقة غير مباشرة. الآن هل ترى هناك عودة أو استئناف لمشاريع القديمة الجديدة؟ أعتقد أن استكمال دعم المعروض النفطي بلا شك أن أوبك قد أوقفت المعروض بشكل كبير، والمعروض ينبغي أن ينخفض، وقطعا السيطرة هي التي ستؤثر. ولقد شهدنا أن الغاز الطبيعي لا يزال يرتفع، ولكن أعتقد أنه محدود في الوقت الحالي. نعم، بالنسبة إلى البنوك العالمية يعني حاطة أهداف بعيدة ومصر عليها، يعني عند 90 دولار، والبعض يتكلم 100 دولار، وتعود هذه البنوك الكبرى وتؤكد على هذه الأسعار في نهاية العام أو بعد نهاية العام تقريبا. هل توافق على هذه الارتفاعات أو الأهداف الطويلة؟
أعتقد أن 100 دولار للبرميل هذا أمر بعيد لا أتوقعه هذا العام. نعم نشهد عودة الطلب بعد انتهاء الجائحة بشكل كامل، ولكن في الوقت الحالي 100 دولار هذا هدف بعيد جدا. شكرا لك فيجي مدير الاستثمار في سنتشري فاينانشال على بلازما.